الفراخ المشوية في الكيس الحراري. هنتبل الفرخة بإيه؟ أنا معايا معلقة كبيرة من الزبادي، يعني بصوا بتاعت الزبادي الصغيرة دي اللي احنا بنتعشى بيها، هي دي يا دوبك أصلا، على فرخة كبيرة حلوة كده اللي هي ايه 2 كيلو مثلا ولا حاجة، ولا 2 كيلو 100 هتبقى حلوة جدا. تمام. وبالمناسبة برضو أنا عايزة أقول لكم على حاجة، لما بحب أفك فراخ، يعني أنا مثلا دلوقتي قاعدة والساعة بقت واحدة وخلاص المفروض أقوم أعمل الغدا وأنا لسه ما طلعتش حاجة تفك من الفريزر، أعمل ايه؟ بقوم مطلعة الفرخة المجمدة عادي خالص وحطها في طبق غويط وفتحة عليها الحنفية المية الجارية لمدة 10 دقايق، الفرخ هتفك ولا أي حاجة، ربع ساعة بالكتير. خلي بس المية الجارية تفضل نازلة كده على الفراخ. طبعا أنا عارفة في ناس هيقولوا لي هنفتح الحنفية ربع ساعة يا مروة. ما هو أحسن ما تبقي مطلعاها من بالليل وتيجي تفك تلاقي نفسك مش هتعملي فراخ النهاردة، فنرجع تاني نحطها في الفريزر، أو لا غيرتي رأيك تاني يوم ناوية تعملي لحمة، فبقى يعني خلي قرارك في ساعتها. تحت الحنفية المية الجارية هتلاقي الفراخ فكت معاكي على طول وما خدتش 10 دقايق ربع ساعة وبقت بدرجة حرارة الجو، تقطعيها وتستخدميها فرخة على بعضها مفيش مشكلة، يعني مش لازم تطلعيها من بدري ولا من بالليل. تمام. اهو نرجع تاني للمقادير. الزبادي عايزة علبة زبادي كده صغيرة، عايزة معلقة كبيرة من معجون صلصة الطماطم، عايزة كمان معلقة كبيرة من الزيت، زيت زيتون زيت عادي اي زيت عندك مفيش مشكله، كله هيبقى حلو قوي لو زيت زيتون هيبقى حلو جدا. ملح، فلفل اسود، معايا بقى زعتر فريش، روزماري فريش، ممكن نحط بابريكا، ورق لورا. طب لو ما عندكيش ولا زعتر ولا روزماري مش مشكله، حطي راس تومه معاها مع بصلايه. تمام. احنا عايزين حاجه كده ايه تخلي الفراخ طعمها حلو ومتنكهه حلو. لو ما فيش لا روزماري ولا زعتر خلاص حطي راس تومه كده اقسميها نصين، وبصلايه برضو قطعيها اربع، مع ايه الكيس الحراري مع الفراخ والتتبيله وبس، ولا اي حاجه تانية، وهتطلع فراخ مشويه لذيذه جدا وسريعه ان شاء الله تعملوها. هطلع كده بوله كبيره اهو، ولا نجيب واحده اكبر شويه؟ لا دي كويسه خلاص اهو. هنحط بقى ايه التتبيله اللي هي الزبادي اهو، ومعجون صلصة الطماطم كده، وهنحط البابريكا كده، وملح وفلفل. معانا أستاذة حكمت. ألو، إيه اللي حصل؟ السقعة مبوظة التليفون ولا إيه؟ حتى التليفون سقعان. كلمينا تاني يا أستاذة حكمت لو سمحت. ملح وفلفل، وعايزين نحط بقى زيت زيتون او زي ما اتفقنا زيت عادي مفيش مشكله، هو زيت الزيتون هيعمل طعم طبعا للفراخ مختلف حلو، لكن لو مش عندك دلوقتي ما توقفيش حالك ابدا، اي زيت هينفع. بس كده نقلب الكلام الحلو ده كده اهو علشان نتبل الفرخه. ممكن بقى ايه يعني لو انت بقى عندك وقت ولسه الدنيا تمام اعملي التتبيله وسيبيها في الفراخ شويه تاخد وقتها كده وتبقى حلو، ما عندكيش وقت خلصي على طول. هنحط شويه من ايه الزعتر كده، الزعتر الفريش الجميل يجنن، والروزماري مش متخيلين ريحته وانا بفركه كده، يا 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 على جماله. وخصوصا بقى يعني انا احب قوي قوي الزعتر تحديدا في المخبوزات يا جماعه، يا خبر ابيض، ولما بلاقي زعتر فريش في اي مكان خلاص دي بحس كده انها علامه، لو روحي يا مروه اعملي قرص، روحي يا مروه اعملي مخبوز كده، اول ما بشوف الزعتر وبالذات الفريش. بص شكله جميل، معلش معلش يا استاذه سمر هتعبك معايا، بصي جماله، بصوا حلاوته، بصوا عامل ازاي، بصوا يعني يجنن، وريحته ريحته ملهاش حل بصراحه. لو اعرف كده كنت عملنا مخبوزات، بس احنا عندنا كتير اهو، نعمل بكره مخبوزات ولا حاجه كده. بس ومعانا شويه روزماري، بس دول هنحطهم جوه الايه جوه الكيس. عايزه اجيب الكيس الحراري اهو،
وانتوا بتشتروا الكيس الحراري عامه هاتوا اكبر حاجه، حتى لو هتحطي فيه فرخه صغيره، يعني خليكي مامنه نفسك. حطوا هنا كده، ناخد الفرخه الحلوه دي والتتبيله اللي تجنن دي كده، ناخدها اهو في الكيس الحراري بالشكل ده، وهنحط معاها برضو اعواد من الروزماري واعواد من الايه الزعتر اهو كده، وكمان ورق لورا. انا ايه حطيت اهو كل الحاجات في الكيس الحراري، وزي ما قلت لكم ممكن تضيفوا كمان ايه بصلايه مثلا، فص ثوم يعني فصوص من الثوم، او راس ثوم مقسومه نصين، هتبقى برده حلوه جدا. عايزين نربط بس الكيس ده ونديله كده تخريمه. عايزين الدوناتس يا جماعه لو سمحتوا، والدوناتس العجينه بتاعتها بتخمر بعد ما بتعجنيها ساعه، وبعد ما تشكليها تقريبا ربع ساعه بس اهو كده. وعايزين برضو ايه الكيس ده ضروري كده نديله فتحة لتهوية البخار، حاجة كده بس ايه من هنا كده ومن هنا بس كده. ونجيب صينية الفرن الحلوة، احنا ايه بالمقص كده عملت ايه خطتين كده في الكيس عشان البخار بس بس كده. وندخل الفرخة الحلوة دي في صينية الفرن درجة حرارة 200 في الرف اللي في النص، ساعة مش اكتر من كده. هتبقى تجنن. عايزه بقى بعد ما يمر ساعه او حتى ممكن ساعه الا 10 دقايق تقصي الكيس خالص وتفتحيه علشان تحت الشوايه تنشف لك شويه كده الوش بتاع الفرخه والجلد بتاعها، هتبقى برده تحفه. وصفه سهله جدا يا جماعه، وتخلصيها قوام على طول، وتنفع طبعا فرخه كامله او اوراك او دبابيس بنفس الطريقه وبنفس المقادير بالظبط. ان شاء الله يا رب تجربوها وتعجبكم. ايوه خطيره بقى يا سموره، بصوا سموره جايبه لكم الايه الها فظيعه وتجوع ولذيذه اخر حاجه.